قابلة الكبار مع سامر خضر. رجعنا دائما لكم وإحنا في حضرة هذا البرنامج نقابل شخصيات. بدي أعترف لكم بسر أنه أنا لما كنت عم بحضر لحلقة أميس الغول كنت بتساءل ما هي الملفات، خاصة أنه برنامجنا يعني يصنف من النوع الثقيل، وكنت أعتقد أنه جماعة اليوتيوبر والسوشيال ميديا يعني ممكن تروح معهم لمناطق أخف، لكن اكتشفت أنه هذا الكلام اللي فيه هذه الطريقة يمكن أعمق. أميس، هل بتحس أنه في ناس بتعامل معكم باستخفاف؟ أنا بكره اللي بيستخف بمخي. حلو؟ يعني ما تستخف، عاملني طبيعي. يعني في ناس مرات بيردوا عليك أميس كذا كذا كذا. دقيقة، ويت مالك أنت؟ أنا أميس الغول، صلى على النبي. مش أنا، في ألف مليون واحد أذكى مني، بس أنا مش غبي. شو بتقصد يعني بحاول يسخر؟ لا، بيستهين بمخك، فك يعني بعطيك شغلة، بحكي لك شغلات. أنا فاهم القصة. دقيقة واحد، الله، أنا فاهم القصة. يعني لدرجة إني بكون فاهم. لو أحكي لك السر يمكن يصير في مشاكل. يعني فلاني حكت لي، فصعب إني أقول لك فلاني حكت لي، لأنه أنت راح تصير مشكلة كبيرة. بس أنا راح أظل ساكت وأنت أفكر، وأنت ظلك على جو الذكي، بس لأنه ما، لأن إذا حكيت راح تفرط. هل تعتقدوا أنتوا جماعة اليوتيوبر والسوشيال ميديا ومواقع التواصل، هل بتعتقدوا إنه أنتوا ظاهرة قد تنتهي في يوم من الأيام؟ إحنا طلعنا طلعة حلوة. أنا زلمة مدمن دراما مصرية وسورية. أنا زلمة ضايعة لدرجة أواعيهم بعرف مين لبس قميص اللي هم لالي وعطالة أبو شمل. أنا مرت أبو شمل اسمها نزيرة. أنا في ناس بيسألوني أميس شو اسم صالح تاع الدكان، صالح جرجيرة اسم أبوه توفي، والحلقة شو السر إنك هالقد كثير متعمق؟ لأنه ضيعة اللي بحضر 5 نجوم وست نجوم، اللي حضر كل بقعة ضوء ومرايا بيعرف إنه عصروا كل إشي وحطوهن. لدرجة يمكن أتوقع إنه خلاف أيمن رضا وباسم يوسف عاضري. مين كاتب ضيعة؟ ممدوح حمادة، بس هم كثير يعني زاد. مين مخرج ضيعة؟ ليث حجه. ممتاز. أنا بهمني دائما لما أنا بحلم باسم يخور، انا بحلم فيه انه بيقول لي حل عني، يعني دوشني خلاص. بس بدي اقول انا ملاحظه صغيره، مره شفت دبي، سوري مره شفت دبي. لا يا باسم، قبل ضيعة ولا بعد؟ لا بقى نفس ضيعة يعني. شفت بعيد، فانا شو بدي اقول له؟ جودي ابو خميس. فهو طلع هيك قال لك مين هذا؟ انا بس بدي اقول ملاحظه انه لما نحكي عن اعمال فنيه بحب انصف دائما الفريق الفني اللي بيكون خلف الكاميرات من مخرجين وكتاب. هذول كمان خيال، برافو، هن سر النجاح. يعني طبعا الممثلين لهم كل الاحترام، الناس بتعلق فيهم، لكن التهاب العصب الورقي اللي كان مرض صالح طلع مرض حقيقي. يعني مره اللي يتحجوا بيقول لهم وين شو الاستاد؟ يعني التهاب العصب شو بتحكي؟ مرض يعني، هو بيطلع من عرق النساء. شو دخل هذا شو دخل القصه بالتهاب العصب؟ اللي يتحجوا بيرن على حدا بيحكي له وين صالح الممثل. فبيقول له مريض معه التهاب. قال له شو اسم المرض؟ اعطيني اياه. مره شو اسمه؟ قال له ضيفها، ضافوها على المسلسل. شو بعرفك انت هاي القصه؟ هي هم حكوها، مو بس اللي يقول. انت بتتابع يعني كمان تفاصيل كواليس الكواليس؟ انا صرت انت مش متخيل، انا مركز هسه مع الشيخ محسن تاع التخريم اللي بيجي بكتب كتابه. في عمل ثاني طلع اسمه خربة برضو حافظه، بس اللي بيحضر ضيعة خلاص وصل. يعني اللي بيحضر ضيعة بيستخدم شيء. الدراما الأردنية شو أخبارها معك؟ كوم اون، ما أنت عارف الجواب. شي بحزن. بحزن يعني. يعني هسا إحنا يا رب هي في 5-6 مسلسلات يعني مجرد إيش بيسموه البايلوت تبعهم. بحزن إنه المسلسل الأول فلان 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 فلان، طب المسلسل الثاني نفسهم إيه طب إيش في؟ طب إذا بطلب منك هلأ بنصف دقيقة أو بدقيقة لو سمحت بأسلوبك الجميل أميس تحكي عن الدراما الأردنية، شو بتحكي لهم؟ يعني مع الكاميرا؟ لا إنساني أنت قاعد لحالك عم تعمل. يعني أنا بسأل أهلي وبسأل الناس إنه إحنا بالثمانينات كان الخليج كله يطلع على الدراما الأردنية. الملك حسين الله يرحمه عمل مدينة إنتاج بالأردن، السوريين يعني دريد لحام كلهم منى واصف، أغنية صباح الخير يا أمل عرفي غنتها بالأردن. صح، يعني كانوا كلهم يجوا يتصوروا عندنا. هسا إحنا بنروح عندهم بيخلوناش. ليش ما نكمل على المسير هذا؟ يعني احنا صفت جايك من الواسطة والمحسوبية والشلالية، هاي اللي ضيعت الاشي. بس مع انه احنا بقعد مع ناس خيال عندهم فكر، بس يعني بتلاقي محاسب بالكارفور. شو المنطقة الآمنة بحياتك؟ عند اهلي، اقعد بالبيت، انا بيتوتي كثير. شو المنطقة المزدحمة في حياتك؟ بحبش الضوضاء. يعني انا عمري ما رحت على مهرجان جرش. ليش؟ لانه في ناس كثير. تخيل انت بتاخد أميس الغول في حضنك، انت بتبكي عليه؟ لا، لما كنت انا اغرب شيء كثير بقعد لحالي، ولما اقعد لحالي بضل اتذكر. يعني اخوي مستوعبني، محمد ذاكر فلان الفلاني، بيقول لي ول يا زلمه ايش. يعني محمد اخوي بيشتغل بالمصرف وكان سوبرفايزر بالانصاري، فالعمله والمصاري ما بيقدر يركز بشيء غير هيك. فبيجيب له اسماء مثلا، بيقول لي شو ذكرك فيه بالصف السابع؟ فمحمد بيصفن هيك، بعدين بيجي بيقعد معي. يعني بنرجع بنحكي شغلات، بنحكي عن كرتون كنا نحضره زمان. طب كيف بتحكي هسه؟ الجيل هذا ما بيعرفه. شو بتحكي لامك مثلا؟ الله يطول بعمرها، يعني انت مش متخيل انا على دعاويها ماشي. يعني لو توقف دعاوي اعرف انه انا رحت مؤبدين. تعبت بحياتها عشان كثير انا غلبتها. احنا اسمع، اخواتي كلهم اوائل جامعات وكليات. تمام.
شو في موقف لما بتتذكر فيه والدتك بتتضايق بتحس انك عملت شيء؟ هذا البرنامج شوف لعبة هند، كرت حلو كرت مش حلو، نزول عدم نزول، هي هيك برنامجنا بيشبهش بعضه. انا كثير مرات بوقف حلقات عشان امي فهمني أكثر. يما بدي اعمل حلقه عن فلان الفلاني، شو طاش حكيت عنه؟ يما بلاش امي تزعل والله غير يعني ما. انا امبارح درست، امبارح انت شايف الاردن فيها يعني الله يحمي الاردن، انا كتبت بوست كنت نايم عند اخوي بيقول لي محي اذا انت خربت خربت شغلي، اذا انا مش عارف اكمل ولا اشد ولا ارخي، ما العالم تكتب ليش ما اكتب؟ أميس يعني انت شايف مش حدا ورانا. ماشي انا فهمت عليك، بس انا بدي اخافوا علي كثير راسي. وانا عن الوالد، الوالد انت موقف شخصي بينك وبين الوالده بياثر فيك لما بتتذكر؟ والله مره وسطني بشغله واقنعتها انه مستحيل، بعد نص ساعه طلع كل إشي حكيته كذا مبين. مش فاهم، ما راح اقدر افهمك خلاص. بس يعني انه اثر ولعت معي، وهي ولعت معها انه زي ما احكي لك شرفك لا تلعب شدة، أمانة الله لا تلعب شدة. أنا شو والله ما أنا مستحيل ألعب شدة، بعد نص ساعة لقيتني قاعد بفتر في بيت. أميس بشكل عام كان عندك ممارسات خاطئة؟ أمي كانت دائما تنصحني ما أمشي مع رفاق السوق، واكتشفت إني أنا رئيس العصابة. سامحونا حبيبتي أمي. أنت بتعرف شو أمي؟ إذا أنت أمي مرأة قوية. أمي أنا أبوي انشلل نصفي بسنة 90، يعني أبوي كان أنا إشي كبير بالأردن الحمد لله. أبوي كان رئيس نادي عربي، رئيس نادي عربي. انت بتعرف مصطفى اللباني وصلاح السكران؟ هذول دربوني يا زلمه. انا مالك صلاح السكران مصطفى اللباني دربنا صحيح بالضبط صحيح مالك عنده قص مرسيدس قص وتدربت بالجليل والكرمل. انا كنت جليل. انا اخوك بتعرف عمر درباس والشلن؟ انا دربت والشلن يا زلمه هسه صاروا علي رجل عشان تعرف بس اني انا ابن مجتمعي كمان. مجنون مش حقيقي. لا انا جرافيك. لا فانا ابوي يعني كان له صيت هون يعني من اصحابه عبد الرؤوف الروابي وهذول، بس ابوي طلع على السعوديه 30 سنه الناس نسيته. انا ابوي كان الانتيم تبعه الله يطول عمره الامير رائد تخيل. ما بكذب اساله. طيب الاسم الثالث ضياء عليا. ابو الدين شو بدك احكي لك؟ ما الله يهدي الله يطول يعني الله يهدي باله يعني هو مش فاهم شو ملاحظاتك على ضياء؟ يعني واحد قبل 3 سنين كان يضل يبعث لي انت وانا ويا ريت عندنا كوخ وانا بدي اخذ النكته هاي منك، وانا اسناني كانوا مكسرين فكنت اكتب النكته. صحيح اسنانك ما شاء الله كثير حلوين، شو القصه؟ تحيه الدكتور منتصر. مواطن عملت حادث هيك اللي فهمته؟ عملت حادث في طريق قلب العمان لدرجه انه كان التقرير تاع الدفاع المدني متوفي باخر انفاسه. جد بتحكي؟ ودوني على مستشفى الملك عبد الله. انا الحمد لله على سلامتك. اي سنه هذا الكلام؟ 2017. يعني كان راح يقصوا اجري. انا كانوا يعطوني شو الابر اسمها ترامادول. صحيت بالمستشفى كله دم وبضحك معاناه وقاعدين بيحكوا انا اخوي الصغير بيشتغل بالبنك حكوا له انه بتر ساق، قال لهم وقف اميس يصحى تحكوا له بدنا نقص اجرك. اميس يصحى اجره مكسوره يا انت انت قاعد تنشئ ارهابي انت. اميس يصحى اجره مكسوره مقطوعه خلص انت راح تفجر الدنيا. كل الاحترام الحمد لله لكل الناس اللي عندهم هاي المشاكل اللي تم بتر اطرافهم اللي تم سواء كل المصابين كلهم كل التحايا لهم، لكن اكيد التدخل الطبي احيانا بيكون قاسي لكن هو حفاظا على حياتك، فاحنا بنحييهم. حتى الدكتور يعني بتذكر الدكتور بني هاني كان انا كنت اضحك يعني انا قاعد يعني ماخذ كوع. هلا ضياء عليان انت ضيع غريت ضياء شوف يعني ضياء ضل ياخذ يعني ضل يعني يستشيرني بنكت. اميس بدي اعمل حلقه عن الفيسبوك اقول له اوكي احكي عن البنت اللي جاي من الاد والمسج والابصر ايش شو بدك حطي درك على الباب وخلص. احكي عن اميس دعم الدكتور اسنان اقول له دكتور اسنان صفت هسه بالاردن انه وين ما درس ما بتهم دراسته عنده فلور بروح على الجيم حليوه اروح عنده او وين موقعه او وين درس ما بيهمك اعطيه نكت جوك 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 جوك. اخر شيء اتفقنا يعني كان في مكالمه جماعيه بيني وبين عمان تي في وشيكاغو تخيل اتفقنا على برنامج وكله تمام. اجى على الاردن طلع مقابله بتطلع زي هيك الولد انا حسيت انه شو ربند يعني زي ما بيحكوها بالدبور بيعمل حاله. فروحت انا اخذت سكرين شوت لكل شيء رد اجى على الاردن قعد 4 اشهر. الحكي اللي حكيت له اياه كله راح باعه لقناه رؤيا بس ما عملوا زي ما انا بدي اياه. انا الحكي اللي بحكي لك اياه ستاند اب كوميدي مش تحكي بسياره في بتفرق. يعني احنا اخذنا دوره بدبي مره يعني اخذ دوره انه في ناس بيضحكوا على المبالغه بقول جد مره قعدت مع واحد وزنه 70 طن اكيد ما في واحد وزنه 70 بس بيضحك هذاك بكيف. فاخذت كم معلومه حلوه فهو راح يعمل عكس كل شيء. فحكى معي التليفون بعديها باربعة اشهر بيقول لي اميس كذا 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 كذا. قلت له طب انت شو الاتفاق اللي صار بيننا؟ الولد قال فهمت عليك هلا بس هو يشتكي عليه جرائم الكترونيه. ما انا بسالك في خلاف بيناتكم الان خلاف قانوني ما في مجال انه يعني هذا البرنامج ايضا ممكن يكون يقرب وجهات النظر
تتصافوا. الدنيا قصيره دي، احنا مش ايام فضيله. مو كيف نكمل يعني؟ انا يعني كيف بدي احكي لك؟ هي خلي القانون يمشي. طيب انا اقول مع احترام القانون الاردني، يعني بدعو الاخ ضياء عليان ان يكون ايضا ضيفي في نفس البرنامج، ندردش انا وياه، ليش لا؟ يعني هذا من يعني لما رن علي مره، يعني ناس من السلط، انا بيمونوا علي اهل السلط وبحبهم كثير، يعني كلمه السلط عندي لحالها هيك يعني. تمام. كل رنوا علي حكوا لي أميس بيمون عليك ترد على ضياء، قلت لهم اوكي. رديت علي حكى ساعه كامله ما بده يعترف انه انا كذا. قلت له يعني اطلع كذاب انا يا ضياء؟ الاشي هذا صار؟ قال لي صار. قلت له اطلع اقول للعالم خلاص يعني مستعد اطلع معك. والله أميس دعمني اولها، ويعني الشاب يعني عنده كاريزما مش انه ما عندوش. لا طبعا. بس طيب ليش انا بدي اشكل انا وياك حكومه الان على السريع. راح انا يعني اعطيك وزاره، بس تقول لي مين من وجهه نظرك ممكن يكون وزيرها؟ ممكن يكون اشخاص ما بنعرفهم، مش بالضروره وزراء يعني. تعال انا وانت نشكل الوزاره من وجهه نظرك، مين ممكن يكون وزير التعليم؟ من اصحابنا من يوتيوبر ولا شو؟ انت حر، الاردن كله تحت امرك. يعني في ما بعرف اسماء، بس في قامات كثير يعني معروفين بدراستهم، مش ضروري دارس برا والقصص هاي. لا مش ضروري يكون اسماء، يمكن تقول لي خالي لانه هيك. مين وزير التعليم من وجهه نظرك؟ التعليم ممكن اجيب استاذ عربي كان بالاربد، يعني مثلا شو اسمه كان، قول لي المدرسه بقول لك اسمه. التجاريه كان منصر الزعبي. بتحس انه هذا ممكن يكون وزير. كان كثير يقرا. طيب مين وزير الثقافه من وجهه نظرك؟ ثقافه ايش؟ كويس. عرفت اوكي. طيب واحد يعني يكون اهم شيء يبعد عن الجو القديم. خلص عرفنا انه لازم توزع ورده وتروح ترمي ورده، خلص كمان. وزير اعلام، واحد دارس اعلام صح، يعني ممكن يكون احمد ابو جعفر صحفي. انا يعني صحفي برافو. يعني طلع من الصف الرابع بده يصير صحفي، درس هسه صحفي، هسه مكمل كان يشتغل مع الوكيل بده يصير صحفي. بضايقني هو بس يعني ما يعني ما بجاملك. طيب يعني ما اقول انت غلطان. وزير الشباب والرياضه ممكن يكون لاعب. مين مثلا من وجهه نظرك؟ بدناش ندخل. بدكش اسماء؟ لا بدخل باسماء. يعني ممكن نعمل يكون وزيرين اللي هن ويت. والله بدها وقت هاي يعني، بدها عشان اصفن شوي بس يعني. انت قصدك واحد وحداتي وواحد فيصل؟ لا أم شيخ قصدك؟ لا أنا في بفكر بواحد حسين إربد قاعد. حسين إربد الخروف مثلا كويس. كان كثير الله يرحمه راتب الضامن توفى. الله يرحمه. الحارس العظيم. كان عظيم جدا. رحمة الله عليه. الناس اللي قبل حارتي يعني بتعرف. طبعا. حارتي الحمد لله كان. أنت بتعرف نفس الكوميديا اللي إربد أولاد حارة؟ يعني الناس طبعا. طبعا. فوق السادة ورات إربد ولادي ترى، إربد على مستوى الثقافة مهمة جدا. احنا الفايكنج. احنا يعني وزارة الشمال بسموهم الفايكنج. آخر شيء بدي أسألك عن لو بدك وزير داخلية قوي، مين بتكون ببالك؟ بديش اعتبروها تسحيج. حلو والله. لا سامحني اذا لاني راح اقول له انه يصير انت بس كمان شويه تعديلات الله يسعدك. يعني كمان اللي كنت تعمله كثير حلو بس في منه غلط. اللي هو مين؟ واحد الله يذم. انت ليه بتكشف؟ انا بحبه كثير لانه كل ما يشوفني بغمزني هيك غمزه. طب ماشي مين هو مشان نعرف بس. يرجع حسين المجالي. حلو. بس كمان يعني لازم يقعد مع ناس. هو كان يقعد معنا كثير، بتعرف انت حسين مجالي الباشا يعني. ما بعرف احكي شو الباقي. لا عادي عادي. هو كان يقعد معنا يقول له طف التليفونات انت وياه. احكوا ليش خصخصوا المطار؟ هم اخذوا المطار يا زلمه خصخص عشان يعني ناخذ راحتنا لدرجه انه احكي. احنا مره قعدنا يعني الاستاذ احمد الهناندي الوزير صار وزير يعني صديقي ما شاء الله عنه يعني. نعم. كثير دعمنا. ممتاز. يعني بعد الحادث انا كنت زيرو طالني قال لي تعال شو بدك. شفتوا هذا كيف بتذكر؟ شفتوا هذه الحاله الجميله كيف بتذكروا رجالات الوطن اللي وقفوا معهم؟ يا ريت كل رجال الاعمال كل مدراء العامين المؤسسات يقفوا مع شبابنا الاردنيين. هسه والله نسيت معالي احمد الهناندي والله ما راح يزعل لو قلت له ابو حميد. طبعا طبعا طبعا. عمل مبادره اسمها حب الاردن. صح. الحلو فيه كان كل شهر قاعدنا مع شخصيه. مره جاب لنا شو اسمه المناصير زياد المناصير. طبعا طبعا طبعا. قعدنا معه قلنا اهم شيء بالنجاح الواحد ايش؟ يبعد عن النوم. انا كنت اتثاوب وياك. حلو. بعديها جاب لنا حسين المجالي. بعديها جاب لنا عبد الرؤوف الروابده مدير الدرك. احكوا طف تليفونك واحكي خذ راحتك. يعني عبد الرؤوف الروابده حكي غير عادي. حكي تمام. طيب احنا عندنا بروتوكول في برنامجنا، هذول اخر سؤالين وانا سعيد جدا في اللقاء معك. اسمهم جوكر. الجوكر الاول. انا هسه بلشت اتحمس. انا هسه بلش البرنامج. انا سعيد جدا فيك الحقيقه، بس احنا دائما الوقت مش بايدنا. الجوكرين واحدة فيهم رسالة بدك توجهها مباشرة منك
لأبو الأردنيين لجلالة الملك. هذه رسالة على كاميرتك بأسلوبك بطريقتك. أما الجوكر الثاني رح أقول لك عليه بس تنهي الاستحقاق الأول. تفضل سيدي جلالة الملك، أنت مش متخيل فرحتنا، ويعني يعتبرها تزحيج بطولة اللي بدكم إياها غصبا عنكم، بدي أحكي اللي بدي إياه. أنا لما كنت بالدبي بال 2006، أنت من وين الهندي؟ بيقول لي، يقول له جوردن. بيقول لي أنا ما في معلوم. يا ابن حلال جوردن شو في معلوم؟ ما وقتك لسوردن أول أولك إحنا. شو جوردن يعني؟ بيهايند فلسطين. أقول له جن فلسطين يهود. قلت له أوكي. طب جوردن جنبيها. يقول لي لا. شو اسم كينج أنت؟ أقول له كينج عبد الله. هذا في صن بكينج حسين؟ كينج حسين هسه في معلوم. تخيل أنت يعني ما اعرف الحدود ولا اعرف شيء، بس كلمه ما قال لي كينج حسين سوري بدي يعني والله خايف انحب. مش هو يعني ابن بسموها باتشا بالهندي، هذا في باتشا مال كينج حسين. قلت له يس. هيك عند الهندي لما قلت هندي زي عندهم مليارين مليون. قال لي هذا في معلوم يعني. قلت له سبحان الله يعني لو شو ما ذكرت له عن الارض بحر ميت ولا فهم شيء، ديد سي ولا فهم شيء، جاي من اخر الدنيا. بس لما قلت له كينج عبد الله قال لي مين يعني قبله؟ قلت له ملك حسين. هذا في باتشا خلاص فكيفت. فاستمر سيدي واحنا معك. وشو بدك يا وترتني. طيب الجوكر على الاردن قلبا وقالبا والله. طيب وجربنا يعني لما طلع مره قال انا الشعب وراي. جربنا سيدي شوف احنا عن جد وراك. تمام. الجوكر الاخير هو خيارين، اما بتسال سؤال للمذيع يعني انت بتغير هذا، واما بتقيم هذا شو علاقتك واما بتقيم هذا اللقاء يعني. انت ما قبل اللقاء كان عندك تخيل، هلا جيت انتهى اللقاء، ممكن تقيم ممكن تسال اللي بريحك. بدي اسالك سؤال عن اندفاع الماجما. تفضل اسال. اندفاع الماجما تفضل. الزئبق وين بروح قاعد تكون عميق. لا ما اول شيء يسلم كثير على اللقاء. شكرا. انا راح استخدم الثنتين خيارين. تفضل اسمح لي. يعني اول شيء انا كثير مبسوط، انا ما بطلعش لقاء كثير لاني انا زلمه شفتوني كيف بحكي يعني سبهله اللي بسموها، ما بحضر، بحب احكي اللي عندي. يمكن كثير ناس ينتقدوني شو اللي حكيته شو الهبل اللي عملته، بتسلم وبتقيم وفلا مالك يا زلمه. انا هيك واقعي لدرجه انه اقرب واحد علي من الكوميديان او مش مؤثرين عمر زوربا، بتعرفوه كلكم. نقعد انا وياه بنحكي عن بطلون ايهاب توفيق، تخيل. بنحكي عن حكيم، يعني بساطه بساطه. سيبك من برستيجك وتجيني، ما انا قبل 4 سنين انت كنت ولا شيء، هسه جايني انك تحكي بالعلاقه الفصحى. فانا كيفت على اللقاء انك اعطيتني راحتي ويا رب يطلع حلو. طبعا المقدمه اللي انت عملتها رائعه جدا، انت هسه انا مفكر فيها يعني. انت ما شاء الله عندك هاي المقدمه، هاي بحطها بالسي في زي الفيلم اللي مش مترجم. لو اعمل مقدمه بضل قاعد برمل كل يوم احكيها. وشو بدي احكي والله ما بدك تسالني خلاص. بدي اسالك شو بدي اسالك، قاعد بفكر بدي مبسوط باللقاء. شكرا. انا سؤال هذا جدا شو بدي اسالك دقيقه شوي. كيف الشاي؟ الشاي كويس. انا بريحك فورا الجواب عندي حاضر. انا بتمنى لما اطلع من تقيمني يعني تحكي شو انا بدون يعني سيب. انت اكيد رح تمدح الكل، هاي بدناش اياها. بس لا 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 بالعكس. بس بالله عليك اخر حلقه تحكي 1 2 3 عجبوني ما عجبوني، عشان اذا طلعت لقاء ثاني اضبط حالي. لا بدي احكي هلا، بصير احكي قدامك. احكي عادي. لم اكن اتوقع انه البساطه لها هذا العمق. انا والله بنسى اني مشهور مره. انا كنت باكل الاسكان قبل شوي. بسم الله. واحد بيقول لي امير شو بدك. بدي اصور. خليني اعترف لك كمان بسر ثاني، انه انا مش كثير من هواه متابعه اليوتيوبر، لكن للامانه انيس لك حضور خاص واسعدتني، وبسيط جدا وانسان حقيقي. اهم شيء تكون حقيقي وصافي. تسلم. بقول لك نورتنا في هند، نورتنا في اذاعتنا. كل الاحترام لكم، وتحيه لطارق ابو الغد وحامد طارق كمان. طارق حامد. طارق حامد يعني بسمع اسمائهم دائما وكثير صراحه اطلع اسلم عليهم. وخلص كل الاحترام. وكل متابع كان لنا على أي مسار كان يتابعنا، سعدنا جدا بأن كنا معكم في هذه المساحة مع ضيف استثنائي تحدث ببساطة وطبيعية، لكن أيضا وصل إلى ما يريد وإلى قلوبنا على الأقل. غدا حلقة جديدة تنتظرنا جميعا، أنا وأنتم نلتقي بإذن الله تعالى. أيام هانئة ورمضان شهر البركة، يا رب أن تنالوا من بركة هذا الشهر. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء. يعطيكم العافية أيها المصورون وأيها الكادر اللي وراء. هند طاولة الكبار مع سامر خضر.